إذن بشأن استمرار أزمة الكهرباء وتدهور هذا القطاع المهم إثر تقليص إيران إمدادات الغاز، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث في مجال الطاقة حسن الشاغل. أستاذ حسن، مرحبا بكم. مع استمرار أزمة الغاز العراق بات مهدد بأن يغرق في ظلام دامس، ولكن السؤال هنا، ما الدور الذي تلعبه إيران في موضوع تفاقم أزمة الكهرباء في العراق؟ السلام عليكم، مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة. في البداية، العراق يعاني من أزمة كهرباء ليست حالية، وكما ذكر في تقريركم هي أزمة بدأت من عام 2003. السبب الرئيسي طبعا هو إيران بشكل كامل، كل ما يحدث في العراق من مشاكل. لكن هنا نتكلم عن الطاقة. إيران في الفترة الأخيرة وخاصة من بعد 2015 أصبحت البنية التحتية المنتجة للغاز أو البترول أصبحت متهالكة بشكل كبير. أصبحت غير قادرة على إنتاج الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي. على سبيل المثال، الغاز تنتج إيران سنويا بما يقدر ب 215 مليار متر مكعب، وهي نفس الكمية التي تحتاجها للاستهلاك السنوي. هذا الكلام قبل 2020. الآن أصبحت البنية التحتية لاستخراج الغاز ونقله إلى مراكز الاستهلاك أصبحت بحاجة إلى صيانة، وصيانة متكررة. هذه الصيانة أصبحت معاقة. لماذا؟ بسبب العقوبات المفروضة على إيران. أصبحت تحتاج إلى قطع الصيانة وقطع الغيار من دول أوروبية أو من كندا أو من دول اليابان أو ما إلى ذلك من الدول. هنا تكمن المصيبة. في الفترة الأخيرة أو في الأيام القليلة الماضية أصبح هناك مشكلة متفاقمة. عندما توقف خط الإمداد من تركمانستان إلى إيران. تركمانستان كانت تصدر إلى إيران كمية كبيرة من الغاز للاستهلاك في شرق إيران. عندما توقفت تركمانستان عن ضخ هذه الكميات أصبحت المشكلة أكبر في إيران، فأصبح الجهد أو المطلوب منها من الإنتاج أكبر. لذلك قامت بقطع أو عفوا بتخفيض الإمدادات بأكثر من 70-80% من الغاز إن كان إلى تركيا أو للعراق. تركيا تمتلك كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية يكفيها بقدر 3 أو 4 شهور، لكن العراق لا تمتلك مثل هذه الكميات الاحتياطية. لذلك مباشرة وقعت أيضا في مشاكل في الكهرباء، مثل ما وقعت الآن في إيران في العديد من المناطق خاصة الشرقية. المناطق الشرقية هي أكثر المناطق المتضررة في إيران. أستاذ حسن، توقيع السوداني على مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، هل هذه الخطوة ستحل الأزمة المزمنة للكهرباء في العراق، تعتقد ذلك؟ يعني إذا استطاعت هذه الشركة بالفعل الدخول إلى العراق من أجل تطوير بنية تحتية للعراق، نعم أنا أتوقع أن تحل المشكلة. لكن هل هذا الطريق سيذهب في المستقبل لمعالجة كاملة لمشكلة الكهرباء في العراق؟ هنا تكمن المشكلة. شركة سيمنز هي من أكبر الشركات العالمية، حتى شركة غاز بروم الروسية وهي من شركة كبرى الشركات الغاز العالمية تعتمد على شركة سيمنز في قطاع الصيانة وقطاع المعدات. هذه الشركة لها يعني قدرة كبيرة بموضوع إنتاج الكهرباء وما إلى ذلك. لكن إيران، على ما أعتقد، إيران هي من يعني قدمت التسهيلات للعراق. كلنا نعلم أن القرار العراقي مرهون في إيران. قدمت لهم التسهيلات من أجل القيام بهذه الاتفاقيات مع ألمانيا، لأن إيران على في المستقبل غير قادرة لتصدير الغاز بالكميات التي كانت تصدرها في السابق، لأنها بحاجة لعدة سنوات من أجل تطوير بنيتها التحتية. وبالفعل إيران وقعت العديد من الاتفاقيات مع روسيا بقدر 45 مليار دولار من أجل تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز والنفط. إذا هي بحاجة فعليا لعدة سنوات لإعادة تطوير بنيتها التحتية، وهي غير قادرة فعليا في الوقت الحالي على إمداد العراق بالكميات اللازمة، على الرغم من أن العراق هو قادر على إنتاج الكميات التي تكفيه ذاتيا من أجل أن يمد بلد من الكهرباء. فقط الغاز المصاحب للنفط
قادر على أن يمول المحطات المنتجة للكهرباء في العراق، ناهيك عن آبار الغاز المنفصلة عن قطاع النفط، لكن هذه الأمور كانت متوقفة بحكم أن إيران كانت تستفيد من تصدير الغاز إلى في هذه النقطة. في هذه النقطة أستاذ حسن، السوداني ذهب إلى ألمانيا يلتمس الحل من أجل يعني وضع حد لأزمة الكهرباء المزمنة في العراق. هل أن ذهاب السوداني إلى ألمانيا تعتقد أنه جاء بضوء أخضر من إيران؟ يعني أنا أعتقد هذا بشكل كبير، وأرجح هذه النظرية، لأن إيران كما قلت غير قادرة في المستقبل، إن كان متوسط والمستقبل البعيد لخمس سنوات، أن تمد العراق بالكميات التي كانت تمدها في الماضي، لأن الدولة غير قادرة على أن تمد نفسها في الوقت الحالي، وخاصة في فصل الشتاء. تزداد في فصل الشتاء دائما الكميات المستهلكة لموارد الطاقة، مما يحتم على الدولة أن تزيد في الانتاج والاستهلاك، لذلك هي غير قادرة في المستقبل على تأمين هذه الكميات. موضوع أن إيران يعني تريد للعراق أن يجد حلا لأزمة الكهرباء، هل له دوافع سياسية أستاذ حسن؟ بطبيعة الحال نعم، لأن إيران من مصلحتها أن يبقى العراق مستقرا، من أجل أن تكون الأمور منضبطة بيدها. أي خروج عن الاستقرار أو عن اللعبة الموجودة في العراق من الممكن أن لا يكون بصالحها. قد تظهر يعني قد نشهد مظاهرات كبيرة في العراق إذا ما استمر الوضع في السوء أكثر وأكثر. على سبيل المثال، قد يطالب الشعب العراقي بأن يكون هناك علاقات أفضل مع الدول العربية، لأن هناك مشروع عربي مع العراق لا تعمل العراق على أحياء، وهو الربط الكهربائي مع دول الخليج وبالذات السعودية. والسعودية في كثير من الأحيان طرحت على العراق في تفعيل هذا المشروع من أجل جذب العراق إلى المنظومة العربية. ما الذي يعرقل توجه العراق إلى الدول العربية من أجل الربط الشبكي؟ ما هي المعرقلات والمعوقات أستاذ حسن؟ بطبيعة الحال إيران لا تعول أو لا تريد أن يدخل العراق في أي مشروعات ضمن الدول العربية، وخاصة المشروعات الاقتصادية، لأن المشروعات الاقتصادية هي من أكثر المشروعات التي تجذب الدول والمجتمعات والشعوب، لأنها تحقق العديد من الفوائد للجميع. فعندما يرى الشعب العراقي أنه أصبح أكثر فائدة من المشروعات أو من التقارب مع الدول العربية، سوف ينحو إلى الدول العربية مقابل التباعد مع إيران. لذلك إيران ترفض أي تقارب اقتصادي مع الدول العربية. في خليج 25 الذي حصل في البصرة، تعلمون كيف رفضت إيران تسمية خليج العربي مقابل خليج فارسي، لأنها ترفض أي تقارب عراقي مع المنظومة العربية، لأنه يضر حقيقة بمصالحها وهيمنتها على القرار السياسي في العراق. عبر سكايب من اسطنبول الباحث في مجال الطاقة حسن الشاغل، شكرا جزيلا لكم.